باش جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من طريق السيارة، باش نقول لكم شنو تيوقع في هاد اللحظات. كان شفت البيت ديال الله تلقوا بنا في هاد اللحظات. حنا الآن في مباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط تنقوموا بواحد الجولة في طريق السيارة باش نقول لكم الأجواء اللي تتعافها هاد طريق السيارة، اللي هي تتعاف حركة كبيرة في أوقات الدعوة، إنها تتربط مدينة الدار البيضاء، مدينة المحمدية، ومدينة الرباط. وكيف نعرفوا أن كاينين بزاف ديال الناس اللي تيخدمو في مدينة الدار البيضاء وساكنين في مدينة الرباط، وكذلك كاينين اللي العكس أو في مدينة المحمدية وتاخدو هاد الطريق. دائما حنا نشوف تبي مادام حنا في طريق السيارة، دائما نبغيو نطلبو من المساعدين ومن جميع السائقين السائقين المهنيين أنهم ما يمشيوش بواحد السرعة مفرطة ويحترموا قانون السير، خاصة أثناء السير قبل الليل، باش يتفادوا الحوادث ديال السير. كيف نعرفوا جميع أن أغلبية الحوادث ديال السير اللي تكون حوادث سير وخيمة وتتخلف ضحايا وخسائر كبيرة تكون بالليل. إذا أحد المتابعين كتب لنا في التعليقات طريق السلامة، طريق السلامة خويا. إذا تتبع قناة شوف تبي، تحية لرجال الأمن اللي دائما تسعوا على الراحة والأمن والطمأنينة ديال المواطنين. تشوفوا معنا أن الدوية اللي متوقفة في طريق السيارة للحفاظ على الأمن والأمان ديال المواطنين. كيف تنعرفوا كاين بعض الأشخاص يقترفوا السائقات هنايا، الله يحفظك، كان شي واحد أونبان في حالة عطاب، أو لا كذلك واحد الايام كانوا بعض العصابات اللي تتمركزوا فوق هاد القناطر ديال طريق السيارة وترميو الناس بالحجارة. لهذا تنشوفوا ان ولاية الامن خصات الدويات خاصين بطريق السيارة، مشكورين جميع العناصر الامنية اللي تتعمل على راحة وامن الأمان والطمأنينة ديال المحايا. عفوا، الأمن هو الأعين التي لا تنام ليل نهار. تحية لجميع المتتبعين اللي معنا في هذا المباشر، وتتكلمنا في خلال التعليقات طريق السلامة. إذا طريق السلامة للجميع، سواء السائقين والسائقين المهنيين، كذلك أصحاب الحافلات اللي تنقلوا ركاب وتاخذوا على عاتقهم التقليد ديال الأشخاص اللي ناقلينهم، كذلك أصحاب الشاحنات اللي تنقلوا البضاعة من مدن إلى مدن أخرى، خاصة تنعرفوا أن مدينة الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية والقلب النابض للمغرب. تنعرفوا أن عدة مراكز تجارية بحال دابا عمر، كراج علان، القيعة، اللي تصيفطوا السلع بالجملة مع أصحاب الحافلات من عدة مدن في المغرب، سواء للشرق للشمال لغرب المغرب. إذا تاهما نتمناو لهم طريق السلامة، وربما ينجيهم من الأخطار ديال الطريق.
خويا، شكرا للخويا الله يعاون مثل ذلك. اذا سبحان الله شفت به دائما تحيه لرجال الامن، كيف تشوفوا دويه امنيه اخرى الطريق السيارة للحفاظ على النظام وعلى السلامه ديال المواطنين. اذا متتبعي قناه شوف تيفي، انتم معنا في مباراه الشاي من مدينه الدار البيضاء اللي قلنا لكم فيه شنو تيوقع في هذه اللحظات في طريق السيارة ديال كازا. اذا الى هنا غنكون وصلنا لنهايه هذا المباراه، والى اللقاء في مباراه اخر ان شاء الله.